صباح بالخير كل المشاهدين، يوم جديد برنامج عالم الصباح. اليوم الاثنين بداية الأسبوع 13 أدار 2017. أول شيء لكم مني اعتذار أنه تأخرنا نص ساعة، وبسبب أنا بسبب العجقة، ما رح أقول بسببي أنا، لألكن ليه؟ لأنه أول مرة بتشتب لبنان، قلنا 10 سنين مش مشتاية، شتت اليوم بآخر الشتوية، تذكرت تشتي وسكرت الطرقة. أكثر من هيك تمشي من منطقة بدك قد ايه لتوصل؟ أنا على الاستوديو بدي من بيتي دقيقتين من لهون أشرفية، جسر الأشرفية لهون بدي دقيقتين بالضبط. من التسعة إلى عشرة مشيت من بيتي، مرقت على البنك 5 دقايق وجاي على شغلي، بيقول لي الدرك مسكرة الطريق، لف من آخر الطريق ورجعت. لفيت من اخر الطريق ورجعت، اخذت معي نص ساعة، بس وصلت لعنده قال لي بعتذر منك هلا سكرت هيدي كمان. قرر يسكرها وكانت مفتوحة ورا البلاكات اللي حطتها، جربت احكي معه يا ريت تطلع بوجهي بس ما جرب يطلع بوجهي، قلت له انسانيا بس احكيني عندي شغل ضروري اوصل، بطلع على يميني بلاقي حدا تاني عم يتبهدل من حدا من القوى الامن الشباب اللي على الطريق، وحدة غاطت على قلبها يمكن عندها فرصة عمل خسرتها، الامبولانس مش قادر يوصل لها، وصديقتها حدا او اختها او امها عم تصفق لها على وجهها ما بعرف ليه، لانه من اي ساعه ما بعرف اذا كل ما شتت الدنيا بده يصير عندنا هالمشكله كثير كبيره بكل لبنان، ما بعرف اذا شارع اذا تقطعه بعد ما تشتت الدنيا بدك 3 ساعات. قلت له انسانيا خليني اقطع بس لانه ضروري عندي برنامج على الهواء ولازم نقطع. قال لي ما تطلع بوجهي، قال لي عم اقول لك ضلك رايح. قلت له بس قل لي شو السبب، في شيء مشكله كبيره؟ قال لي روح اسال وزير الداخليه. ما بعرف يا خيي القوى الامن، مع احترامي لك كل هالبدله اللي لبسها انا على راسي انت وعيطت لك وطن، مينيموم تجاوبني وتطلع بوجهي بس عيط لك كلمه وطن، انه اذا وزير الداخليه معالي الوزير فاضي اكثر منك انك يجاوبني هو مش انت تجاوبني. بس هيدي بدي وصلها، وبعتذر من كل مواطن مرق على الطريق وعلى اي مصلبيه قدام اي حدا من قوى الامن وسمع كلمه مش على ذوقه وبلش نهاره واسبوعه بهالطريقه هيدي، وانا بعتذر منكم كمان. وان شاء الله عاده بدعيكم على الايجابيه دائما وتطلعوا على الميل المليانه من الكبايه، بس صراحه اوقات ما بيخلونا نطلع على الميل المليانه من الكبايه. رح نبلش نحن وياكم طبعا مثل العاده. صباح الخير شيف، نبلش معك بعد شوي، معنا وقت هيك نحكي، هلا بنحكي شو عندك وصفات الابراج مع كارمن. صباحكم الخير، يوم الاثنين 13 اذار مارس، اليوم القمر مرافقنا برج هوائي برج الميزان لفتره 3 ايام ورا بعضها، طبعا الشمس بعدها موجوده ببرج الحوت المائي، فكيف رح بتكون ابراجنا اليوم؟ نبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك مولود برج الحمل، انت موجود هلا او دخلت الى مرحله فلكيه زمنيه منا لصالحك. مش بس اليوم، 3 ايام ورا بعضها، الاثنين ثلاثه والاربع، اجواء صعبه، فلكيا هي اسوأ ايام الأسبوع ويمكن حتى أسوأ أيام الشهر، فانتبه، انتبه من المشاكل، انتبه من تأزيم الأوضاع. بشكل خاص إذا كنت من مواليد شهر أدار مارس 11 و12 نيسان أبريل، بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور اليوم نهار متقلب، ليه؟ لأنه كل الوقت عم بيحفزك، عم بيشجعك أو عم بيدفشك لحتى تستعجل، حتى تستعجل، لحتى تعجل، لحتى تشتغل وتخلص. مش بس اليوم، تقريبا كل هالأسبوع متعب لمولود برج الثور. متعب مش لأنه الحظ ضدك، متعب لأنه في واجبات ومسؤوليات تتزامن تتراكم وبتضل لحقتك أنه يلا عجل يلا عجل. كون حذر جدا مولود 22 و23 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء، اليوم نهار حلو بعكس اليومين اللي مرقوا. اليوم مولود برج الجوزاء بيقدر يحقق نقلة نوعية، يعني اليوم وبكرة وبعد بكرة بعتبرهم نسبيا فترة جيدة جدا لحتى مولود برج الجوزاء ينتقل إلى مرحلة أفضل، إلى علاقة أفضل مع أصحابه، مع زملائه، مع جيرانه، مع أهله، مع عائلته، مع المجتمع، ومع حتى اللي بيشتغل معهم. مهنيا كمان في تقدم، عاطفيا كمان احتمال يكون في مصالحات. الأكثر نشاطا هي مواليد 11 12 و13 حزيران يونيو، بالإضافة لمواليد شهر أيار مايو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان بتحس حالك انه بمطلع هذا الاسبوع حاسس انه ما بدك تروح مطرح لا على المدرسة ولا على الجامعة ولا على الشغل، وبدك تلغي مواعيدك وطلع بالك بس تتسلى. ليش؟ لانه حاسس حاله مولود برج السرطان انه في شيء غلط، ما انه حاسس حاله مرتاح 100% على وضعه. الوضع من الخارج
نورمال عادي طبيعي، لكن نفسيتك هي اللي عم بتخليك تشوف الامور مثل ما بيقولوا الكبايه نصها الفاضي. طول بالك، الامور مش بالضروره تكون سلبيه، بالعكس يمكن تكون مشغول ببيتك، مشغول بحالك، مش بالضروره ابدا يكون في تطورات او احداث سلبيه. الاكثر تعبا نسبيا هي مواليد شهر حزيران يونيو. بكمل مع برج الاسد. بالنسبة لبرج الأسد نهار كتير حلو لأنه واعي اليوم، مصحصح اليوم فكريا، واعي مولود برج الأسد، ذكي، عنده سرعة خاطر، بيلبي وقادر أنه يلبي حاله ويستعجل الأمور وقادر أنه يخلص على الوقت أو حتى قبل الوقت، إن كان بالمدرسة، إن كان بالجامعة، إن كان بالشغل، حتى ست البيت اللي ما بيشتغل اليوم في حركة وفي أمل وفي أيضا تفاؤل. أيضا الحركة الجسدية اليوم أنت ناشط جدا، نشيط جدا، واحتمال أنك فعلا تقدر تنافس. الأكثر حظا 16 17 20 و 21 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء اليومين اللي مرقوا كان القمر ببرجك، يعني حطيت أو نحط قدامك خط جديد، عنوان جديد. اليوم هو إلى التطبيق، بتنتقل إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ. احتمال يكون في بعض المسائل يلي بدها تردها للناس، بدها تردها، بدك تعيش فترة امتحان. الأستاذ أعطاك معلومات معلومات معلومات، هلأ حان الوقت لامتحان ما، اوكي انعطيت، هلا بدك ترد. يمكن حدا دينك، حدا اعطاك خدمه في السابق في الماضي، احتمال انك تضطر اليوم ترد خدمه لحدا، فضروري تكون كريم بمعلوماتك بمعطياتك بمؤهلاتك. بعض مواليد برج العذراء يمكن يكون عندهم كونترا عقد عم بيشتغلوا عليه. محور القمر عندك وبالتالي ظرف ايجابي او سلبي عند 25 26 اب اغسطس، اما الاكثر تعبا هي مواليد 15 16 17 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بعتبر هيدا النهار مش بس اليوم، الثلاثة والأربعة أيضا بعتبرهم فترة كتير حلوة. كل ما يكون القمر ببرجنا كل ما حسينا حالنا أنه نحن مستقويين على حالنا وعلى وضعنا، عنا ثقة بالنفس. ها هي الفترة الأفضل والأقوى حظا لحتى تتسوى الأمور، تركض الأمور ويرجع دولابنا يرجع يقلع. انطلاقة بشو؟ عنوان هالصفحة شو؟ عندنا 13 صفحة تقريبا بالسنة. هلأ شو هي عنوان هيدي الصفحة؟ هيدي الصفحة عنوانها أمور صحية وأمور اهتمام بالذات صحيا، وأيضا احتمال أنه يكون في تعديل وإدخال شيء جديد على حياتك المهنية. كون حذر 15-16 أكتوبر، أما الأكثر حظا هو 13-14 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب ثلاث ايام ما تنتظر فيهم انك تشيل الزير من البير، يعني باللبناني بنقصد انه تغير الامور راسا على عقب وتقلب المعطيات لصالحك. اصلا بهالثلاث ايام ما في شيء رح يمشي مثل ما انت بدك، اتوقع انك تعلى بعجقه سير وتوصل مأخر، يا اما بتوصل ما في موعد، يا اما بتوصل الدنيا مسكره، يا اما بصير في عندك عطل مثلا بالسياره، بالكمبيوتر، بتضيع اغراض، انتبه على الامور هاي، ما تطلع من البيت من دون ما تشيك على اوراقك، كل هالامور هيدي اليوم معقوله تصير عند مولود برج العقرب. انتبهوا لصحتكم وتجنبوا الانفعالات 24 25 و26 اكتوبر. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس اليوم نهار بيسليك، بفرحك، بتحس حالك انك قادر تتفاعل مع محيطك، قادر تتفاعل مع المجتمع، نهار جيد، نهار ايجابي، نهار بتبين فيه بحله حلوه. مولود برج القوس اليوم انت عندك جاذبيه تجذب الاخرين، وبالتالي في حظوظ عم تتقرب منك، فما تسبب نفور. ليش عم بقول لك ما تسبب نفور؟ لانه الجو العام، وجود الشمس ببرج الحوت بخلي مولود برج القوس منزوي على ذاته، منزعج من الآخرين ومزعج من ذاته. ما تكون قاسي على حالك كتير، حاول تتسلى، وعندك ثلاثة أيام حلوين. الأكثر حظا 15 ديسمبر. بنتقل لبرج الشادي. مولود برج الشادي انت بدك تعرف انه انت هلأ وصلت لمرحلة فلكية، مرحلة زمنية مهمة جدا، مهمة جدا، عم تتعاطى مع أشخاص مسؤولين مهمين، مهمين بالنسبة لك هلأ حاليا. ليش؟ عندهم مفتاح نجاحك، عندهم مفتاح وانت بحاجة للمفتاح. كيف تقدر توصل لهم؟ لأنه بهالفترة من السنة شمس موجودة ببرج الحوت، من خلال الكلمة الحلوة، من خلال التواصل الجيد مع الآخرين، مش أنه بنقعد ومسكر بواب، وبالتالي هل اللي معه مفتاح بسكر الباب أيضا.
إذا مولود الشادي بدك تاخذ وتعطي بالكلمة الحلوة بالكلمة الجيدة وبالتحضير بتقدر توصل إلى القمة بين اليوم والأربعاء. الأنشط 24-25 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو بعتبر مولود برج الدلو أنت شخص ناجح مش بس اليوم، ثلاثة أيام ورا بعضها. هيدا النهار بيفتح قدامك مجال أو بيفسح مجال للسفر، لتجرب شيء جديد، لتعدل بروتينك، لتثور وتتمرد بطريقة حلوة جذابة ولافتة للنظر. ما معناتها نطبش ابواب ورانا، انتبهوا. هذه فترة إيجابية بتقدروا تستغلوها لتدخلوا حياتكم نمط جديد، نمط جديد، ويمكن الناس تعجب بآرائكم وبتفكيركم. يلي عنده ظرف أو عنده فرصة جيدة هو 10 و11 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت حان الوقت لحتى أصلح خطأ. زعلت من الناس، زعلوك باليومين اللي مرقوا، حان الوقت لحتى تلجأ للدبلوماسية. معليه بدك تتراجع، بدك تنسحب، بدك تعتذر، بدك تعترف وتقر لنفسك انه صار في شيء غلط. ما ضروري تحمل السلم بالعرض، حان الوقت لحتى تمشي الامور بطريقه افضل، وانتبه لبعض المعاملات يلي بحاجه لمتابعه منك. يلي عنده حظ بده ينتبه له 2 و3 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم هيدي السنه بتتطلب منك الاهتمام ب أوراقك الرسمية. أوراقك الرسمية شو هي؟ الاي دي، أوراق ثبوتية، أوراق التأمين، التأمين الصحي، التأمين إلى آخره، كل هالأمور عم يشغل عليها. هنالك متابعة لبعض أوراق الأكاديمية، احتمال مثلا تكون أوراق أكاديمية أو حتى مصرفية. أدار مارس، تموز، يوليو، نوفمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي. شكرا لك كارمن. طبعا بنرجع بنشوفك بكره ببدايه عالم الصباح. بريك قصير جدا وبنرجع للمتابعه. على صحه السلامه، خليكن معنا.